عندنا أخبار طبعا كثير اليوم. من أول أخبارنا لليوم أنه في سيدة سعودية تعمل في جوازات مطار الجوف أنقذت حياة مسافر. طبعا عشان ناخذ تفاصيل أكثر وكيف أنقذت حياته معنا عبر الهاتف مها الرويلي. أهلا وسهلا فيك مها. هلا حياك الله مها. يعني اللي أنت عملتيه عمل إنساني بحت. طبعا كل الاعمال الانسانيه احنا ندعمها ونوقف وراها ونصفق لها طبعا ونرفع لها الطاقيه، لكن حدثينا في البدايه ايش اللي حصل معاكي عشان تقومي باسعاف هذا المسافر. هلا حياك الله اختي وجزاكم الله خير باللي تقومون فيه. اهلا وسهلا. وعشان تفاصيل الحادثه عندنا هاجرات مسافرين قادمين من رحله الشارقه. كان فيه مسافر سقط غيب عن الوعي. انتبهت لصراخ المسافرين ولما وقفت ونظرت له إلا هو ساقط على الأرض على ظهره إلا أنه في حالة تشنج. بدر بذهني على طول أن يعني أخليه ينام على جنبه وأفتح فمه لأنه كان فم بارع لسانه. لما فكيت فمه استعد الوعي شوي بعدين خلاص وعاه. ما شاء الله. مها انت تشتغلي في الجوازات يعني مو مثلا تشتغلي في المطار عند المستشفى الموجوده في المطار او المستوصف الموجود في المطار؟ لا انا اشتغل في جوازات على الكونترات. ما شاء الله انها اجراءات المسافرين. جميل. استاذه مها حابه اسالك، هل انت عندك خبره من قبل في الاسعافات الاوليه او وين تعلمتي وكيف يعني جتك الشجاعه انك تروحين؟ يعني انت واثقه من نفسك؟ واضح اي واثقه من نفسك واثقه انك تقدرين تقدمين شيء لهذا المسافر، فتكلمي عن الموضوع بليز. ما عندي دورات لكن عندي درايه وعندي ممارسه بالشغل هذا. في واحد لان في واحد من افراد الاسره يعاني من نفس الحاله وكنت دايم يعني انا اسعفه وتعلمت من المستشفيات كيف طريقه اسعافه. ما شاء الله واللهم لك الحمد يعني شيء قدرت يريح القلب صراحه. أكيد. والله يا مها يعني انا اللي اقوله يا بختك يعني دايما بنعرف سبحان الله هذه المواقف لما ربنا يسخر انسان لشخص ثاني. وشعورك انك انت انقذتي حياه انسان انا عارفه هذه يعني بحد ذاتها تعني لك الكثير. لكن الحمد لله. طبعا هي حالات الصرع او حالات التشنج او بلع اللسان او الاختناق هذه حالات كثير يعني وتختلف، لكن كيف قدرتي تميزي انه هذه حاله بلع لسان؟ طبعا بلع اللسان مش انه هو ارتجاع انما ارتخاء في العضلات وبالتالي يكتم جهاز التنفس. هو كتم فسه خلاص هو وصل لمرحلة التشنج يعني بالمرة. أي. يعني على طول بدرت اني فكيت فمه ونيمتي على جنب. يعطيك العافية مها. يعني احنا نعرف انه كمان المسافر هو وافد اجنبي صحيح. كيف كانت ردة فعله بعد ما اسعفتيه؟ كان يناظر بنظرة يعني ودي يتكلم عربي بس مو بعارف انه يعني يشكر او شيء زي كذا. كان ممتن. إيه؟ يعني مها انت من احدى السعوديات اللي احنا نفخر فيهم ونفخر في شجاعتهم. من جد مره شكرا على هذه الانسانيه والقدره اللي فيكي انه انت تقومي وتسعفي انسان. اتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله يا رب في حياتك كامله، لانه اللي سويتيه ما هو شيء بسيط، ما هو عمل بسيط، مو كل شخص يقدر يسعف احد. انا اشكر لك هذه المبادره مها الرويلي. شكرا لك على تواجدك معنا اليوم او على اتصالك معنا. شكرا. شكرا.